بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. ضيفنا العزيز الكريم صاحب النيافة الكاردينال بارولين، صاحب النيافة الكاردينال ساكو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها العراقيون من مسلمين ومسيحيين وديانات وطوائف أخرى، يا من آمنتم بالسيد المسيح عليه السلام وبرسالته من أجل الإيمان والمحبة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إطلالة ذكرى مولد سيدنا المسيح، أتقدم بأحر التهاني إلى مسيحي العراق حيثما كانوا، وإلى عموم العراقيين والإنسانية جمعاء، متضرعين إلى الله أن تكون حياة الجميع مكللة بالخير والمحبة والأمان. أتحدث هنا في بغداد وفي ليلة عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وربما لن يختلف حديثي كثيراً فيما لو كان في جامع أو كنيسة أخرى أو معبد أي ديانة من ديانات العراقيين، فهذه رسالة الوحدة التي أحملها كرئيس جمهورية العراق وأقدمها لكل العراقيين بمختلف دياناتهم وأجناسهم وأنسابهم. إنها رسالة معنية بقضية الإنسان والمواطنة وبسعينا لبناء وطننا على أسس صحيحة تستند إلى قيم التسامح والعدل والإصلاح وحكم القانون والمساواة أمامه. وإذ أهنئ العراقيين جميعاً بمختلف مكوناتهم، فأنني أخص بالذكر منهم الإخوة والأخوات المسيحيين الذين أثبتوا مرة بعد أخرى أنهم أتباع حقيقيون للسيد المسيح ولمبادئه في المحبة والسلام، وذلك بمواجهتهم قسوة الإرهاب بصبر وتضحيات وعطاء كبير، وبل بمزيد من الارتباط وشد الأواصر مع بلدهم وشعبهم. يجب أن نقر أن هذه الهجمة كانت شرسة ووحشية ضد المسيحيين وأبناء الديانات الأخرى، ولم يكن هذا في العراق حصراً، فمسيحيو الشرق في العراق وفي سوريا ومصر تعرضوا لاعتداءات إجرامية من قبل التكفيريين والإرهابيين، وكانت مواقف المسيحيين صلبة في مواجهة المحن وفي تماسكهم الوطني والإنساني. لقد كانوا مثالاً نبيلاً لتجسيد أخلاق ومبادئ سيدنا المسيح عليه السلام. أننا على يقين أن المتطرفين لم يعبروا بسلوكهم المنحرف عن دين أو خلق إنساني، فالموقف الشعبي الموحد ضد الجريمة والمجرمين أكد عزل هؤلاء وشذوذهم، كما أكده الموقف الكبير للمرجعية الدينية العليا التي حشدت الشعب في موقف بطولي وشجاع ضد الإرهاب. بهذا التلاحم انتصرنا على الإرهابيين، وبوقوفنا معاً وبوقوف الأصدقاء المخلصين والحلفاء معنا ومع قواتنا التي سطرت واحدة من أعظم البطولات في دحر الإرهاب والإرهابيين. لذا لنا أن نقول
وأن يفخر أبناؤنا بعدنا أن بداية نهاية الإرهاب صنعت هنا في العراق، وقد صنعها العراقيون ببطولاتهم وتضحياتهم. وإن كان ثمن عظيما، فواجبنا الحفاظ على النصر بالإصلاح والمصالحة واستئصال الفكر المتطرف. لقد كان التنوع الديني والقومي دوما في مجتمعنا عنصر قوة وحيوية وتلاقحا للثقافات والحضارات المختلفة على أرض الرافدين، أم الحضارات ومهدها. علينا أن نسعى لإغناء هذا التنوع ونحميه، ونتمسك به، وأن نعززه بالقوانين والتشريعات التي ترفض خطاب الكراهية وتعاقب مرتكبيه. نغنيه بتواصلنا قيادات ونخبا، وبعملنا المستمر نتمسك به، لأنه من أهم معالم قوتنا وعمقنا عبر صفحات التاريخ. عام جديد سيطل علينا وأبناؤنا يعانون في مخيمات النزوح، واللاجئون يأملون أن يعودوا إلى ديارهم. لا يمكن أن نشعر براحة وطمأنينة وأبناء وأرامل شهدائنا لم يأخذوا حقوقهم لتأمين معيشتهم بكرامة وعزة. لا يمكن أن نشعر براحة وسكينة وأبناؤنا من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائية والمكونات الأخرى مهجرون من منازلهم ومدنهم وقصباتهم في سهل نينوى، ولا يمكن أن نشعر براحة البال وأمهات وإخوات أبناء أهلنا من الإيزيديين في سنجار ينتظرون كل يوم أن يلتقوا بأعزائهم الذين اختطفوا من قبل المجرمين الذين غيبوهم، وما زالت مصائر الكثيرين منهم مجهولة. أمامنا سيداتي سادتي تحديات كبيرة لخدمة أهلنا وإنصاف الضحايا وذويهم، ويجب أن نتذكر أن أمامنا مسؤولية كبيرة لمواجهة الفكر المتطرف واستئصاله من خلال عمل مجتمعي وثقافي وقانوني. وفي هذا السياق يكون دور رجال الدين والعلماء مهماً بل حاسماً في كل المراكز الدينية. تشرفت قبل أسابيع بلقاء قداسة البابا فرانسيس في الفاتيكان، وتحدثنا عن ما يمثله العراق من رمزية تاريخية وحضارية مهمة في مواجهة الفكر المتطرف. دعوته أن يزورنا هنا في العراق ويأتي إلى أور، حيث بدأ سيدنا إبراهيم برسالته السمحاء، ونطلق من هناك كل القيادات الدينية ورجالاتنا وعلمائنا دعوة للتصالح ودعوة للوحدة في مواجهة الإرهاب والتكفير. عام جديد سيطل علينا يحمل في طياته آمال وتطلعات شعبنا الذي عانى من الإرهاب وسوء الإدارة والعنف. عام جديد ونحن أمام حكومة عراقية جديدة يترأسها الأخ العزيز الدكتور عادل عبد المهدي، وصاحب برنامج للنهوض لبلدنا. ندعمه ونسانده، وأدعوكم للدعاء لنجاحه وأن نعمل من أجل إنجاحه ليتحقق ما يستحقه هذا البلد، عراق آمن مع شعبه وعراق آمن مع جيرانه. أمامنا مسؤوليات كبيرة كسياسيين ومسؤولين في مراجعة أدائنا، وأن نؤكد للشعب أننا تعلمنا فعلا من التجارب والعبر السابقة. سيسامحنا هذا الشعب إن بينا إننا بقدر المسؤولية وأجدنا الأداء ضمن دوائر عملنا في منظومة الحكم. علينا السعي لتأمين مستلزمات البناء
وتحقيق الأمن ومحاربة الفساد ومواجهة المشكلات الاقتصادية والإدارية واستكمال بناء عراق آمن ديمقراطي اتحادي مستند إلى الدستور. نذكر أنفسنا بأننا أبناء المدرسة الإبراهيمية، مدرسة السيد المسيح المبعوث لكل البشر، وأن مبادئ رسالته السماوية في بناء الإنسان والسلام والمحبة هي مبادئ مشتركة لكل الديانات والرسالات السماوية السمحاء، وهي محور إنساني تلتف حوله وتستلهمه أمم المضطهدين وآمالهم من أجل الخلاص والانتصار على الشر وإشاعة الخير. من هنا أريد أن أوجه رسالة قصيرة لأهلي في السليمانية وهرموتا وعنكاوة أيضا. روجي لدايك بوني حزرتي مسيحتان بيروزبي بهيواي أوي بيامي خوشويستي وآشتي حزرتي مسيح بيتماي خير وخوشي بهمو خلقي أمناو تشيا لزاخو لدهوك لعنكاوة لهرموتا لسليماني هميشة لخوشي شاديابا. ليكن الله في عوننا ولنكن في عون أنفسنا من أجل عمل المطلوب منا من أجل سلام العراق والعراقيين وأمنهم ورفاههم. ليكن عامنا الجديد عاما للنهوض والبناء وترسيخ السلام. كل عام والجميع بخير. المجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. شكرا جزيلا.